احبابي اهلا بيكم. الان فقره الديفايس اوف ذا ويك، واليوم حاعرض لكم جهاز لوحي اسمه بلاي بوك. مين اللي طلبه مننا؟ طلبه واحد في الفيسبوك واسمه حسام عبد الخالق، وهو صديق للبرنامج عبر الفيسبوك الفان بيج حقنا. طبعا الجهاز هذا اللوحي نقدر نقول انه منافس للايباد لسبب واحد، لانه مين المسؤول عنه؟ الشركه الكنديه ريسيرش ان موشن. الجهاز اللوحي له مميزات جدا كثيره ورائعه، خليني اقول لكم اياها واحده بواحده. طبعا الجهاز يعمل بمعالج 1 جيجا هرتز ثنائي النواه، وذاكره عشوائيه رام 1 جيجا بايت، ودعمه للفلاش 10.1، وال HTML5 بيمتاز فيه ويدعم ملفات الفيديو عاليه الجوده ايضا. كما انه يحمل كاميرا اماميه بقوه 3 ميجا بكسل وكاميرا خلفيه بقوه 5 ميجا بكسل، والكاميرتين تدعم تصوير الفيديو عالي الجوده اللي هي ال HD High Definition. الجهاز يمتاز بالواي فاي والبلوتوث 2.1 ويدعم الجيل الرابع والثالث معا، كما انه قادر على التعامل مع ملفات الفيديو بجوده 1080p عن طريق منفذ ال HDMI ومنفذ USB. وطبعا هو نزل عام 2011، وأبعاده 194x130x10 ملم، وسماكة الجهاز 9.7 ملم، ووزن الجهاز 400 جرام. شاشته بتمتاز بالـ TFT Capacitive Touch Screen بـ 16 مليون لون، وهي متعددة اللمس وذو مميزات جدا رائعة زي الآيباد نوعا ما. وشاشته 7 بوصة تعمل باللمس المتعدد زي ما وضحت لكم، بوضوح 600x1024 بكسل WSVGA. أنواع التنبيه اللي فيه MP3 للنغمات، ولو توصيلة أو سماعة خارجية لنفسه، وفي له سماعة خارجية أصلا في الجهاز. الذاكرة لدليل الهاتف غير محدودة، وبتمتاز بالذاكرة الداخلية طبعا 16 جيجا بايت، 32 جيجا بايت، و64 جيجا بايت. بإمكانك تدخل فيه عن طريق الإنترنت بالواي فاي السريع والرائع. طبعا الألعاب في الجهاز ما أوصف لكم، جدا متعددة ورهيبة وخطيرة للناس العشاق للأكشن والمغامرات وحتى ألعاب الأطفال. بيدعم ملفات كثيرة زي الـ PDF والWord والإكسل والPowerPoint وكل حاجة، وغير أنه بيشغل لك الأصوات بجميع أنواعها والفيديوز. طبعا هو يجي بلون واحد واللي هو الأسود. الجهاز حقي انتهى اليوم، وأشكر حسام عبد الخالق على مراسلته لنا، ونتمنى أن يكون عجب الجهاز.